حاسس بالمصريين الأحرار، وإحنا عارفين إن في مسألة زي ما حضرتك بتقول في ضوء التفتت، في ضوء خبرة الانقسامات، ليه ما نبقاش كتلة مدنية قوية تخوض الانتخابات بجهة واحدة تستطيع أن تحصد أصوات، لأن هنبقى متوحدين مش متفرقين. يعني الوفد لما يدخل والمصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي والتحالف الاشتراكي، هذه أحزاب تدخل، لكن لو جمعنا تحت مظلة واحدة ربما يكون ده مفيد. أنتم تعزفون حتى الآن يبدو أنكم تغردون بشكل منفرد، وأنا أتحدث عن المصريين الأحرار، لماذا لم تلجأوا إلى الوفد مثلا حزب الليبرالي وأنتم توجهكم للبلاط؟ لا هي النقطة مش كده حكي، هو أنا معاكي في أن احنا لازم ناخد موقف موحد علشان خطر، بس في شقين هنا. الشق الأولاني التحالفات في الانتخابات البرلمانية، ودي حاجة مؤقتة عشان دخول البرلمان. اللي أنا كنت بتكلم فيه إذا كنت بهاجم الأحزاب السياسية بما فيهم المصريين الأحرار كمان، أن احنا النهاردة لما يكون في أكتر من 80 حزب في مصر ما ينفع. مصر النهاردة إذا كنا بنتكلم على حياة حزبية صحية قوية لازم يكون فيها حزبين أو ثلاثة من وجهة نظر أمريكا، فلازم بريطانيا يحصل اندماجات معينة. لأن النهاردة لو طلبت من حضرتك تقولي لي أسماء مش 80 حزب، لو قلت لي أسامي 10 أحزاب في مصر النهاردة هنضرب الأخم، لأنه النهاردة أسهل حاجة في الدنيا أن الناس كانت بتكون حزب لكن بدون أي نوع من أنواع الرغبة الحقيقية في أنه هو يتواصل أو يشتغل أو بتاع. إذا كنا حزب المصريين الأحرار اللي عنده بعض الإمكانيات وقدر أنه هو ينزل ويقف في الشارع ويكون له موقف قبل 30 يونيو، بيتهاجم النهاردة على أنه الأحزاب ضعيفة وفين الأحزاب وبتعمل إيه الأحزاب ومش قادرة توصل للقواعد. أنا بحاول أوصل للقواعد وحوصل لها، بس إيه It takes time زي ما بيقولوا. إنما أنا دي النقطة الأولانية الخاصة بأن إحنا لازم يبقى مصر فيها حزبين ثلاثة علشان خاطر ده اللي إحنا محتاجينه دلوقتي بتوجهات مختلفة. ممكن حد يبقى مش متفق مع الاتجاه الليبرالي لحزب المصريين الأحرار، بس معانا أحزاب كثيرة ليبرالية، لأنه يوجد أحزاب كثيرة ليبرالية زي ما حضرتك بتتكلمي، وحزب يساري على سبيل المثال، وحزب في الوسط شوية، يعني على حسب، ولو إنه ما فيش وسط دلوقتي إحنا بنعتبر نفسينا النهاردة في الوسط. وفي قصة تانية بقى اللي هي التحالفات الانتخابية. التحالفات الانتخابية اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي مما لا شك فيه مهمة جدا ومحطوطة في الاعتبار، بس إحنا برضه في ضبابية معينة من حيث موضوع قانون الانتخابات. طب أنا عايزة قبل ما أدخل في قانون الانتخابات أشعر ويشعر البعض معي أن هناك سمة حساسية في مسألة اندماج حزب المصريين الأحرار، وأنا سألت الدكتور السيد البدوي وهو كان مكان حضرتك كده، وقال لي على وقع أن الدكتور أبو الغار جاب حضرتك في مؤتمر ما وجاب الدكتور سيد البدوي وقال له هو الدكتور أحمد سعيد قايل لي أن احنا هنقعد ونتحالف وهنتفق وكل حاجة، لكن حتى الآن لا يبدو أن هذا الأمر مطروح. لا يا فندم، احنا قعدنا مع بعض بالفعل وانا علاقتي بالمصري الديمقراطي وعلاقتي بحزب الوفد علاقه وثيقه جدا، وعلاقتي الشخصيه بالدكتور سيد وعلاقتي الشخصيه الدكتور ابو الغار ده يعني استاذي، يعني ده جميل، راجل جميل بحق وحقيقي يعني وعملنا الكتله المصريه سوا ونزلنا الانتخابات سوا، ده تاريخ يعني انا بفتخر. وكنتم حزبين وليدين واستطعتم التواجد، وبفتخر بمعرفته يعني وبتاع. واحنا قعدنا مع بعض احنا الثلاثه فعلا واتكلمنا على موضوع الانتخابات. انا كان ليا وجهه نظر يعني، وما فيهاش اي حاجه ان احنا نختلف وجهات نظرنا. وجهه نظري كانت ان احنا لازم ننتظر نشوف قانون الانتخابات شكله ايه، لان لو الانتخابات احنا بعد 30/6 على طول كانت الانتخابات متصورين انها هتبقى بالقائمه 100% وان القائمه دي هي القائمه اللي احنا نزلنا بيها الانتخابات اللي انا دخلت بيها مجلس الشعب، واخده بالك؟ وبعدين بعد كده ابتدى الاتجاه لا فردي 100%، مش فردي وبس، فردي 100%. وبعدين دلوقتي يعني الوضع النهارده ضبابي، احنا ما مش عارفين احنا رايحين يمين ولا شمال ولا احنا عايزين ايه بالظبط ولا. فبالتالي انا النهارده لو الانتخابات بالفرد 100%، وده انا قلت الكلام ده في الاجتماع، لو بالفرد 100% انا مش محتاج اعمل تحالف. صحيح، مش محتاج اعمل تحالف واسمي تحالف سين او تحالف صاد، لان طبيعه النظام نفسه انا في هذه الحاله حاض مع الوفد وحاض مع المصري الديمقراطي وحاض مع بقيه الاحزاب والمؤتمر وغيرهم واقعد انسق، لان انا النهارده برضو عايز اطلع بمجلس شعب بقوة مدنية. يعني أنا لازم أدرك أن المعركة لم تنتهي وأن جماعة الإسلام السياسي. هل أنتم مدركون لذلك الأحزاب المدنية في مصر؟ أنا مدرك هذا 100%. والله لو مدرك يعني مع ده لابد أن تختفي الحسابات الخاصة بالزعامات.